انتهى الاستاذ مختار جماعي يقول لو كان تصريح الناطقه الرسميه باسم القطب القضائي لمكافحه الارهاب بان الافراج عن جبالي كان لاسباب صحيه، ما الذي دفع قاضي التحقيق في 23 الافراج عن سواه من المتهمين اذا كان الامر كذلك؟ نعم استاذ حسين، ببساطه نقول لك كمحامي سويسري، يعني لو انه ما خرج من السيد القداش خرج من وكيل يعني وكيل جمهوريه سويسري لوقع ايقافه فورا سيد عن العمل. القداش نعم لوقع ايقافه فورا عن العمل لانه تجاوز صلاحياته وتجاوز سريه التحقيق وتجاوز كذلك يعني مبدا وقرينه البراءه اصلا التي تتعلق بكل متهم يعرض امام القضاء. فالحقيقه انه يعني ما تفوت به هذه السيده في الاعلام وكذلك ما الاسئله التي وجهت الى كل المتهمين هي تمثل يعني المامول من السلطه التنفيذيه. التمنيات يتمنون انه يعني يكون الامر هكذا. طبعا لازلنا نعيد ونقول بأن السلطة القضائية في تونس قد رضعت حليب الحرية والثورة وخرجت من جبهة السلطة التنفيذية ولا تستطيع أن تعود بكل بساطة هكذا إلى الإملاءات. هناك اليوم يعني القرار قاضي التحقيق يمثل الواقع، يعني قاضي التحقيق يعتمد في قراره للإيقاف أو للإفراج أو غير ذلك على الملف على القرائن على المعطيات. بعد سماع اعتمادا على الملف الذي جاء من وكيل الجمهوريه وبعد سماع كذلك المتهمين وغيرهم من المهتمين بالموضوع وذوي الاختصاص، فبالتالي حين نتحدث عن يعني هذين الموقفين نفهم جيدا بان وكيل الجمهوريه يميل يعني الوجهه السياسيه يمثل يعني المأمول السياسي والرغبة في استعمال القضاء لقضاء مآرب سياسية، وقرار السيد قاضي التحقيق يمثل الواقع، يعني أن السيد جبالي وغيره من المتهمين الذي وقع الإفراج عنهم لا شيء إطلاقا يمكن أن يدينهم ولا شيء إطلاقا يمكن أن يعني يفسر أو يعطي يعني سبب لإيقافهم ولحرمانهم من حريتهم. ولكن قرار دائرة الاتهام، حتى نبقى في القضاء لأنه دائرة الاتهام في النهاية هي قضاء. سنعود بالسؤال بعد قليل أستاذ جماعي فيما يتعلق بإعادة إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الموقفين وأهمهم زميلنا لطفي الحيدوري. هذا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف.